احنا يعني خدينا القرار بان كفيدراليه اننا نشتغلوا على الملف ديال الانتخابات، اننا نتقدم اليوم في اطار الانفتاح. يعني كاين واحد الاطر كبيره كتوصل معنا ومفتحه علينا، ونحن في الفيدراليه بحاجه الى هذه الاطر النزيهه المثقفه المناضله بين قوسين على جبهات مختلفه. احنا مثلا داك الاسقاطات ديال دوك الاعيان كيجيو يجروك الفلاس المبين، احنا نرفض. يعني احنا نريد الناس نزهاء، ويا ما اكثرهم في المغرب. بغينا المثقفين، بغينا المناضلين، بغينا الباحثين، بغينا الناس تشارك معنا باش غدا المشاركه تكون مشاركه سياسيه، ماشي هذوك التكنوكرات. التكنوكرات على راسنا وعينينا، وهذوك ابنائنا وعندهم كفاءات، ولكن ما يمكنهمش يديروا السياسه الكبيره. هذوك كيعرفوا غير يطبقوا، يعني يديروا لا موديليزاسيون ماتيماتيك، يديروا اللي بغيتي، ولكن باش يخرجوك من الفقر وكيفاش صعيب. باش يبنيو مجتمع متضامن ما عندهمش هذه النظره اللي عندنا حنايا. باش يبنيو تكافؤ الفرص، بالنسبه لهم شنو هي هذه تكافؤ الفرص؟ ما كيعرفوا غير ا بلس بي ايكال سي. يعني خاص التعاون ما بين السياسي اللي خصو يكون هو عنده كفاءات عاليه، وما بين يعني التكنوكرات اللي يكونوا كيستعانوا بهم كخبراء، ماشي يديروا منا وزراء يدافعون عن مصالح تشتع عليهم. ولهذا انا كنقول بانه الفيدراليه امامها يعني واحد الفرصه، يعني في المحطه المقبله، يعني باش يكون عندها فريق برلماني. لما لا؟ يعني ماشي الكفاءات اللي كتنقصنا، ماشي يعني المشروع، مشروع هنا نعتز به، تنظن احسن مشروع كاين في المغرب اليوم هو المشروع ديالنا، ومحترم وفيه افق ديال البناء، فيه افق ديال الحفاظ على السلم في بلادنا، فيه افق ديال الحفاظ على التلاحم المجتمعي، فيه افق ديال الحفاظ على الحريات، باش يعطينا كرامه اننا نعتز بكوننا مغاربه، ونبقاو معتزين دائما ومفتخرين. يعني وانا يعني كنشوف بعيد، المغرب خصو يكون نموذج كيف قلت لك، يعني يقتدى به في هذه الدول كلها. ماشي التقارير العالميه تتكتب دابا اول دوله تسير نحو الديمقراطيه في افريقيا هي تونس. هنيئا اللي رفقنا في تونس، والله يوفقهم، كنتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق. ولكن احنا راه عندنا ما يكفي، وعندنا كل المؤهلات اننا ندخل عالم ديمقراطيه، ونسد الباب نهائيا على الافلات من العقاب وعلى التسيب وعلى الريح، يعني ونبنيو شي بلاد اللي نعيشوا فيها بكرامة جميعا. شكون وصلتوا لاصلين؟ اجيو ارتاحوا شوية. لا، حنا بخير اصاحبي، يلا دابا نمشيو لهم. حافلات جديدة، متعة وطاقم محترف. سيداتي سيداتي، مع ستيام سافر في ما بغيتي توصل مرتاح. ستيام، سفر على حقو طريقو.